أم حلفت على ابنتها أنها لم تشرب قهوة إذا لن لم هي كاتبة لم لا تشرب ماشي. هي ممكن لن ماشي. تشرب قهوة إذا قلبت الفنجال إذا قلبت قلبت الفنجال وهي قلبته فماذا على الأم والبنت وهي تريد أن تشرب يعني يبدو أن قالت لها والله ما أنت شرب قهوة تاني لو أنت عملتي قلب الفنجان يعني تعرف بعض وقلبت الناس وقلبت تتكفر عن يمينها تريد شرب خلاص لا تحرم لا تحرمها الإنسان قال ما أقسمت على شيء ما حلفت على شيء ورأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير تكفر عن يمينها وتشرب الأخرى القهوة هذا لم تكن منبها يعني بارك الله فيكم يعني بعضهم قال إن واحدة في اليوم أو فنجان لا تؤثر قالوا انه فيه افاده انا لست طيب. ممن يفعلون هذا يعني نعم. نعم. لكن اسمع من زملائي الذين يشربون القهوه يقولون انا نريد مختص يتكلم في هذه المساله واحده كافية يعني طيب لكن نعم. لعلها فيها خير